الصباح الجميل على كل مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أكيد مساحات الحب والتواصل والسلام بينه وبين كل الأهل والأحباب اللي دائما بيكونوا حريصين على المتابعة. أهلا بكم كثير في صباح الخرطوم، وأهلا بكل القادمين إلى السودان من أجل السلام، من أجل الاستقرار، من أجل أن يكون السودان هو النموذج في التعايش السلمي وفي صنع السلام الأكيد اللي بينسعى له جميعا. بتتواصل أكيد مساحات الصباح، وبتختلف مساحات الصباح من مساحة لأخرى، ونحن أكيد سعيدين بكل الناس اللي بيكونوا حضور من خلال هذا الصباح. بكل تأكيد، وتحية الصباح لكل الذين يعشقون السلام والذين عملوا من أجل السلام والذين يحلمون بوطن واعد، وطن يسعى الجميع، وأيادي بيضاء مرفوعة من أجل الاستقرار، من أجل السلام. وكمان تحية لكل الذين يعني تقدموا تنازلات من أجل مصلحة هذا الوطن الحبيب ومحبة لهذا الوطن الحبيب، لأنه تأخرنا كثيرا ونحن أصحاب حضارة وتاريخ 7 سنة قبل الميلاد أو ما يزيد على ذلك، بنينا وهدينا للعالم أجمع حضارة كوشية كاملة الدسم بكل تأكيد، وكانت حديث الدنيا والناس ولا زالت هكذا. هم الأجداد رسلوا لنا هذه الإشارات مع تمنيات إنه الأبناء والأحفاد يكونوا بقدر عظمة هذه الحضارة ويبنوا سودان واعد. تحية لكم جميعا، ونحلم إن شاء الله في الفترة الجاية يكون سودان يسعى الجميع، سودان يرجع زي ما كان. نسعد في هذه المساحة للحديث حول السلام ووفد الجبهة الثورية ووفد الحركة الشعبية الموقعين على اتفاق سلام جوبا حضورا في الخرطوم، بنرحب بيهم. وأيضا مسار كوش حاضر معنا في هذا الصباح، الأستاذة رشا فاروق عبد الرحمن الأمين الإعلامي والراتغ الرسمي لحركة تحرير كوش السودانية، أسعد الله جميع أوقاتك. أهلا وسهلا، شكرا أستاذ حسن وشكرا أستاذ عرفة، سعيدة أني أكون معكم ومرحب بالسادة المشاهدين. أسمحوا لي بداية أترحم على شهداء ثورة ديسمبر المجيد، وأحيي شباب الثورة الذين أدهشوا العالم بسلميتكم، شبابنا الأشاوت، وشكرا لكم تاني، وشكرا للناس العاملة خلف الكنترول، أشكركم كثير. أكيد تحية أكيد أستاذة رشا، وأنت في وفد المقدمة اللي جيتوا قبل فترة للخرطوم من أجل الترتيب لاستقبال قادة أو قادة الثورية عشان نحتفل كلنا مع بعض بالسلام. فلو قلنا بداية كده يعني أو في حديث من نتكلم عن السلام وكيف نحن قدرنا نصل للحظة اللي نحن هسه موجودين فيها، عشان ما نتكلم عن السلام ونرتب عن إنه نحن إن شاء الله بعد كم يوم حنحتفل كلنا بالسلام. طيب بداية طبعا التجهيز للسلام ده كان يعني مشاركة كل الأطراف السودانية، الحركات السودانية، وبرغبتهم وحماسهم وجديتهم في انه فعلا هم عايزين السلام، وكذلك يعني التشجيع اللي لقيناه من الحكومه السودانيه الانتقاليه الجديده، كل الحاجات دي كانت وحدت الناس انه هم فعلا عايزين يصلوا لسلام، لا للحرب بعد كده، ده السودان الجديد، ده الوطن الجديد، ومن الان يبدا الوطن. نعم جميل، ويبدا الوطن لمرحلة قادمة بكل تأكيد يحلم بها جميع السودانيين، وتتحل جميع الإشكاليات إذا كان مشكلات عندها علاقة بالحرب وعندها علاقة بالاقتصاد ودحل كثير من الناس. نحن نتكلم كثير مع أستاذة رشا، لكن نذهب إلى الكنترول في فاصلة قصيرة ومن ثم نعود ونحدثكم عن السلام.
انت بدل تزرع تحرق، واذا حركته حتاثر على سيد الزراعه دي، حتاثر على الوطن كله. حنبنيه كيف ما دام احنا بندمر في بعض ونحرق في زرع بعض؟ ليه يا اخ ليه؟ العالم مشى، احنا في حارق زراعه فلان وفي كلام فلان، عيب الكلام ده كده، ما حنتقدم ما دام بندمر في بعض وبنسيء لبعض وبنتكلم في بعض. حنمشي وين؟ احنا دارين نزرع، دارين ننتج عشان نبنيه ونمشي بيه بالانتاج. بدل تحرق اتعلم ازرع. هاك حيا محبة سلام لكم جميعا متابعي صباح الخرطوم الحبيب. نسعد ونتواصل، وزي ما يمكن تحدثنا قبل الفاصل نتحدث عن السلام، وفي هذه المساحة نخصص الحديث عن استقبال أعضاء الجبهة الثورية وفي كثير من الملفات يمكن منتظرة عقب توقيع اتفاق السلام، وكثير من أحلام السودانيين يمكن الآن معقودة على العمل الذي يتم ما بعد السلام. نرحب بك من جديد الأستاذة رشا فاروق عبد الرحمن، الأمين الإعلامي والناطق الرسمي لتحرير لحركة تحرير كوش السوداني. مرحب بك من جديد. مرحب بك، أهلا وسهلا. وبداية كده خلينا نمشي مباشرة للاستقبال، وأكيد يعني في استعداد كبير جدا من جميع السوداني للاحتفاء بأهل السلام. نعم أكيد. بداية طبعا الاحتفال أصلا كان مفروض يكون في 3 نوفمبر وتأجل ل 15 نوفمبر. كان التأجيل ده لأسباب لها علاقة بالبروتوكول وأسباب إدارية لمزيد من التجويد والتنظيم وترتيب، نسبة لمشاركة السيد رئيس جمهورية جنوب السودان السيد الفريق سيلفا كير ميرديت ومصاحبته للوفد جبهة الثورية القادم من جوبا. فلذلك كان يتأجل لعمل مزيد من الترتيبات الأمنية والترتيبات الداخلية. في العديد من اللجان خاصة بالحشود والترحيل، وفي مشاركة المفروض تكون للولايات. وصراحة يعني الحكومة يعني مهتمة جدا بالموضوع ده، وفي لجان مشتركة بيننا وبينهم. حاليا تقريبا كل حاجة انتهت، الترتيبات الإعلامية، الترتيبات بتاعت الحشود. هو حيكون في استقبال كبير في المطار، وبعد كده حيتوجه الاحتفال الكبير إلى الساحة، ساحة الحرية. ساحة الحرية. نعم. هناك حيكون في برنامج شامل حيبدأ تقريبا من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 ساعات. لا نوصل عطلة رسمية يعني حسب تقريبا. أيوة. هو عطلة رسمية لهذا اليوم يعني. احتفالا وعشان يكون في سلاسة في الحركة وفي المرور وكذا. الناس تقدر تجي. نعم. وكل الناس تشارك كمان. إن شاء الله. نعم. طيب الاحتفال يعني أستاذة رشا، هل يعني حددت له 3 ساعات بس كله في ساحة الحرية، ولا بعد ذلك ممكن يكون في ليالي فنية الناس تغني السلام، في يعني احتفالات تابعة للاحتفال الكبير؟ والله أيوة نعم، في حتكون في بعد الاحتفال ما يخلص الوفود طبعا، في رؤساء دول برضو حيشاركوا في الاحتفال ده، فحيكون في الوفود حتمشي إلى مقرها المفروض تمشي له، وبعد كده حتعد ليالي، وبرضه هم الرؤساء حينوروا الناس بالاتفاقية. وفي جهات كثيرة يعني حابة تحتفل بالسلام، فحتحتفل بهم بطريقتها وكذا. ويعني جميل. طيب فضلش ما بعد السلام الناظر إلى الشارع السوداني، يعني صف يعقبه صف، ومشاكل وأزمات اقتصادية ظلت متعاقبة، ما بعد السلام وأحلام الغلابة والفقراء والذين تأثروا بولادة الحرب واللاجئين والنازحين، ما بعد السلام أبرز الملفات للحكومة؟ والله ما بعد السلام أعتقد حيبدأ السودان الجديد، وأعتقد أنه كل
المشاكل الاقتصادية دي طبعا هي ما بتروح على المدى القريب، لكن مع الاندماج بتاع الحكومة الجبهة الوفد بتاع الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية وتتكون الحكومة الجديدة إن شاء الله حيكون في بشريات كبيرة بأنه كل المشاكل دي تتحل بإذن الله إن شاء الله. طيب يعني أستاذ رشا، لو جينا نتكلم عن يعني مشاركة الولايات اللي هي يمكن يعني هو السلام، يعني كل السودان فرحان بالسلام وبتوقيع اتفاق السلام، لكن في ولايات ذات خصوصية لهذا السلام، مثلا يعني النيل الأزرق، كردفان، دارفور، مشاركة في الاحتفائية هل برضو لها خصوصية في هذه الاحتفائية يعني مثلها مثل الخرطوم وباقي الولايات من خلال هذه المشاركة؟ نعم، أنا بشوف أنه طبعا الاحتفال بالسلام ده أو بقدوم القادة ده يوم وطني، يعتبر يوم وطني، فكل الناس لازم تشارك فيه، كل الوفود لازم تشارك فيه، كل الأقاليم، يمكن الأقاليم أكثر كمان. صحيح. بما أنه هم من الجهات المهمشة والبعيدة، فتقليل السلام ده حيكون بالنسبة لهم هم أولوية، يعني أنه مشاركتهم ده شيء جميل وده شيء يعني يبشر بسلام، يوفر لهم الوسائل الممكن. نعم نعم أيوه، في بصات في لجان اتكونت للبصات بتاعت الولايات، وفي إعاشة نعم، وفي اللي هو الترحيل حيكون من وإلى، يعني هيجوا الليلة وتاني يوم يرجعوا طوالي، وفي إعاشة لهم يعني. نعم. طيب من مدخل كوش هذه الحضارة والتاريخ الإنساني والبشري الخالد إلى مسار الشمال، هل ناقش مسار الشمال كل قضايا أهل الشمال التاريخية والآنية؟ أيوة نعم، صراحة اتفاقية مسار الشمال اتفاقية شاملة واتفاقية غطت كل المشاكل وحلت حل جذري لمشكلة الهامش اللي بيعاني منها الشمال، وهي اتفاقية منصفة لإنسان الشمال تماما. احنا بس في المرحلة القادمة محتاجين عشان الاتفاقية تتنفذ انه الناس تتوحد، من غير وحدة يعني أكيد كوش ما براها حتعمل كل الحاجات دي. صحيح. إحنا عايزين أهلنا وناسنا في الشمالية وكل الكيانات الموجودة تشارك معانا يعني. نعم. وتتوحد. طيب. نرجع بيك تاني من كوش للاحتفائية الكبيرة بالسلام اللي هو يوم 15 اللي بيصادف يوم الأحد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونتكلم عن الوفود الزائر أو قادة يعني الحركات الثورية الموقع على السلام، وتقريبا هم كلهم موجودين في عاصمة جنوب السودان جوبا، وحاجوا في ذات اليوم الصباح نتكلم عن الزيارة، والزيارة حتستمر أيام معددة، في قادة حيستمروا يعني باعتبار أنه هي جاية نهائية للسودان، وهنالك يعني ترتيبات أخرى. لا هو خلاص ده احنا جينا كوفد مقدمة. نعم. واحنا طبعا جهزنا ليوم حضورهم وكده، و يعني كان في شغل مفروض في الاول يتعمل. نعم. كل ده يتعمل عن طريق وفد المقدمة، بعد كده حيجي الوفد بتاع الجبهة الثورية الرؤساء لتنفيذ الاتفاقية على ارض الواقع. نعم. المشاركة في الحكومة الجديدة. نعم. واستلام وظائفهم والعودة يعني. نعم. عودة للوضع. جميل. طيب في الأيام الفائتة أستاذ فاروق عبد الرحمن، في حديث في بعض يعني أو تداولت عن صحافة الخرطوم لأرقام مالية ضريبية لتكاليف اليوم ده وتكاليف استقبال الجبهة الثورية، وهنالك مواطن بسيط يقول والله إحنا عندنا مشاكل في العيش، وعندنا مشاكل في الغاز، وعندنا مشاكل في الدواء، ما كان بالإمكان إنه يعني تكون الاحتفال ده يكون مبسط؟ هو احتفال عظيم ويوم وطني زي ما ذكرتي، لكن المواطن يعاني أزمة في كل شيء، وأزمة الدواء تحديدا يعني بعد ذلك إذا كان مشينا للأزمة الثانية. والله إحنا متفهمين الحتة دي جدا. طبعا البادجت اللي خدتها الحكومة إحنا ما زدنا عنها. هي نفس الميزانية، فما كان في مبالغه في اي شيء، يعني اي شيء كان يتعمل بالمعقول، وزي ما وريتك انه يعني كل الناس مقدره والحكومه يعني عامله بادجت ليميت معين، فما في زول يتخطى البادجت يعني، وده بوجود يعني وزيره الماليه حاضر الاجتماعات وبقيه الوزراء، يعني ما في تخطي للميزانيه، يعني كانت ميزانيه محدوده واحنا التزمنا بالميزانيه دي.
طيب استاذه رشا، يعني من ضمن الخطه اللي وضعتوها انتم كوفد مقدمه او كوفد جاء عشان ما يرتب استقبال القادة عشان ما يحتفلوا بالسلام، من ضمن الترتيبات للزياره، يعني هل هنالك زياره من قبل القادة لولايات السودان المختلفه، ولا اي قائد مثلا تابع لولايه معينه او لاقليم معين هو بس يعني المفترض يزور الولاية ويتعرف على شكل التفاصيل وعلى شكل الحاجات الجديدة باعتبار أنه هو قايب عن الإقليم بتاعه لفترة طويلة جدا من السنوات؟ أوكي، سؤالك كويس جدا. تقريبا بتترتب للحاجة دي حاليا، يعني أنه يكون في طبعا زيارة لكل المناطق حاليا. أول ما يجوا حيكون في يعني لازم تطبق البنود بتاعت الاتفاقية ويجلسوا مع الحكومة وكده. بعد كده حيكون في ترتيب زيارات أكيد. نعم جميل. طيب نتكلم تدرجة عن اليوم والاحتفال في ساحة الحرية، وهل في ترتيبات لاحتفال ما قبل ساحة الحرية إذا كان في مجلس الوزراء وفي القصر الجمهوري، وبالتأكيد في استقبال لعدد من الوفود إذا كان رؤساء دول، إذا كان ممثلي لحكومات الدول الأفريقية والدول العربية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، نتكلم حول هذا الموضوع؟ لا، ما في احتفال تاني، هو الاحتفال الكبير واحد، ما في احتفالات تانية. يعني أنا ما متأكدة إذا مجلس الوزراء حاب يحتفل بهم على طريقتهم أو في وزارة حابة تعمل، لكن الشيء المعلن والمعروف هو الاحتفال الرسمي البيج مع القادة مع كل المواطنين. طيب أبرز المشاركين إذا كان من رؤساء دول؟ فريق سيلفا كيرمي أرديت ورئيس جمهورية تشاد ورئيس جمهورية أثيوبيا، وفي العديد من الزعماء العرب والأفارقة الأخرى. نعم. إذن يعني أستاذة منى، أستاذة رشا عفوا، يعني الاحتفال بالسلام صراحة يعني كل أهل السودان منتظرينه كمان برضو كل الناس الموجودين في الأقاليم اللي هي يعني كانت منتظرة الاتفاق بالسلام. كل ولايات السودان إن شاء الله هتحتفل بالسلام إذا كان في الخرطوم أو إذا كان في ولايات المختلفة. لو عندك يعني كلمة أخيرة أو رسالة حابة توجهيها بمناسبة هذا اليوم الوطني لكل الشعب السوداني. والله طبعا زي ما قلت لك، أنا بعتبر أنه اليوم ده يوم وطني طبعا. نحب طبعا أنه كل الشعب السوداني يشارك ويجي المقر بتاع الاحتفال ساحة الحرية. ده يوم وطني، والناس تعبر عن إحساسها بالسلام وشعورها، ونقبل كل المشاركات من داخل الخرطوم وخارج الخرطوم. شكرا للجميع. أستاذة رشا، قبل الختام، يعني قبل قليل كنت معنا في الكنترول، كنا نتحدث عن التعايش السلمي بين الناس، ونحن في المرحلة القادمة بكل تأكيد نحتاج لهذا التعايش السلمي في بناء عملية السلام واستقراره. فلو نختم هذا الحوار وهذا اللقاء ببعض الرسائل تخص التعايش السلمي، لأنه لن تكتمل عملية السلام إذا كان ما في تعايش سلمي بين الناس. رسالتي الأخيرة إنه أنا بدعو كل الشعب السوداني إنه يقرأ الاتفاقية بتاعت السلام، وكلنا في المرحلة دي مرحلة بتاعت وحدة، ما في فرق بين شمال وجنوب، وما في فرق بين شرق وغرب. دي فرصة يعني كبيرة لأبناء السودان إنه يتوحدوا ونقدر ننجز الاتفاقية على أرض الواقع. وننبذ العنصرية وننبذ التفرقة وكل الحاجات، وما ندي فرصة لأعداء السلام إنه يدخلوا بيناتنا، ونفوت عليهم الفرصة يعني لنحقق السلام في كل ربع السودان إن شاء الله. هذا بكل تأكيد ما نتمنى ونطمح إن شاء الله، وجميعا نتشارك ونفرح ونقني لهذا الوطن الحبيب احتفاء واستقبالا لهذا السلام الذي وقع. شكرا بتحايا السلام. شكرا وتحايا لك. الثورة أستاذ رشا فاروق عبد الرحمن، الأمين الإعلامي والناطق الرسمي لحركة تحرير كوش، وعدا أن نلتقي ما بعد التوقيع، ما بعد الاحتفال بالتوقيع في ملفات أخرى إن شاء الله. شكرا حسن. تحية أكيد لأستاذة رشا، تحية لكل الطيور الحاج واحتفلوا بالسلام داخل السودان، تحية لكل أهلنا في السودان اللي هم أكيد فرحانين بالسلام وبالتوقيع للسلام وبالاحتفال. حيكون إن شاء الله يوم 15 بالسلام. تحية سلام لكل الناس. مرحبا.